وحوح والله شالهم كلهم. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. بداية المقطع حبيت اقول لكم لا تنسوا زر الاشتراك، وفي قناتي الثانية تحت في الديسكريبشن باذن الله بنزل فيها قريب قناتي للرياكشن. احتمال في لحظة كذا اوقف الرياكشن هنا لهذه القناة ويكون كل الرياكشن في قناة ثانية، قناة مخصصة للرياكشن. اشتركوا في القناة الثانية اذا كنتم مو مشتركين. وثاني شيء ما ادري هو ثاني شيء ولا ثالث شيء، لكن شكرا شكرا لكل الداعمين في القناة او المنتسبين، لكن شكرا لكل الداعمين، اقسم بالله شكرا. ما ادري شلون اشكركم اكثر من كذا. اي واحد يكون منتسب يا ليت يفعل زر التنبيهات في القناة، عشان اذا كتبت شيء في المنتدى يجيه اشعار، يعني في مثلا هديه او شيء خاص فيهم مثلا لعب من المنتسبين وزي كذا يجيه اشعار. ادري طولت عليكم، لكن اليوم المقطع ردت فعلي على كلام الفيديو انه حدث فورتنايت الجديد. على صوره المقطع انه في حدث مره قوي، فراح نشوف هذا الفيديو كالعاده. شلون كنت تشوف في اسئله ثلاث حروف؟ شكرا كل اللي حط الكود لو نبدا في الفيديو. طيب اول لقطه كالعاده ذبح 12 قدم اخر واحد. والله اللقطة رهيبة، والله اللقطة رهيبة. صار شو اسحبه؟ اوكي والله مرة مسافة بعيدة، هذا رق عليهم فجأة. طيب شو المشكلة؟ عادية مرة ذي. يقول ذا ترافيس كود ستيج لوكيشن هاز بين ما ادري ايش. اوه هذا الحدث حقهم. اوكي هذا اللي هو المسرح اللي راح يكون عليه ترافيس سكوت، اتوقع انه مغني او شيء زي كذا. اوكي انت اتوقع حاطين هذا الستيج بس عشان الحدث حقه، وبعدهم راح او بعدها راح يشيلون الستيج حقه. طيب هنا حط لانش. طيب لا يا الحظ. طيب المويه والله جاب العيد لف يسار ما ادري لف يمين. اوكي هذا زابن حط صفرات على كل شيء. اوكي اتوقع على دروب، خلينا نشوف. هذه كل الفيديو تظهر او تطلع. يا ساتر ثلاث سفرات ستي وش ذا؟ وش ذا الحركة؟ اوكي يا ساتر وين واصلة ذي؟ مرة بعيدة. احس انه بيجي بعيد. شال بكاكس خمس طقات وذا مع اسلحه سمشين مع صوت مع كل شيء. سمشين مع اثنين مو بواحد. ليس بلاير تشيت الدث. اوكي يقول ركز على الهيلث حقه. أربعة ثلاثة اثنين واحد. هاي انا هيلثي واحد وانا داخل زون كذا فجأة ميت. هذا شلون علق عليه ثلاث ثواني ما ادري ثانيتين شيء زي كذا. والله غش. اوكي اسحب عليه. اوكي هذا يخلصون تحدي كلهم. طيب ايش المشكله؟ يعني احس انها عاديه اللقطه بس انها يعني تعتبر فنيه خفيف. والله شالهم كلهم يا ساتر. اوكي يا ساتر قنبله يا ساتر يا عيال. شوف البوتاز ذابني تحت. اوكي واحد هنا والثاني هناك. اوه جوال. اوكي جوال عادي احس قلت شادري مو بعادي عادي بس انه بنفس الوقت احس انه ما ادري والله ما ادري شو عنصري ضد الجوالات بشخص الموضوع. طيب هذا الرجي لا بيجيب ايه. اوكي بيحط سي فور ثاني على اخر هذا. والله توقعت اني اسوي فتحه لكن بنفس الوقت ما توقعت يعطيني سكوب زي كذا. اوكي سالفه وش ذا الطور؟ والله طور غريب يا عيال جد. والله ما قد لعبت ذا الطور ولا ادري وش صراحه، فما ابغى افتي في هذه اللقطه. يمكن لقطه حلوه وانا اشوف انها مو كويسه. اوكي شال واحد هيفي سنايبر كمل. طيب اوه في واحد عنده دروب. اوكي هذا نوك اتوقع بيقوم اخويا اتوقع يعني بيطير بلنس. ووهو اللقطة يا ساتر
كم دمج ذا؟ كم دمجه؟ هو الدمج غالبا 60 شيء زي كذا 50، لكن واضح انه دمج تدمج مو بصاحي. طب هذا دائما يسويها يحسب بوت. اوكي لقطة جدا عادية وحلوة بنفس الوقت. اوكي نفسها كوارتر فايل من شو اسمها هذي كوارتر فاينل. طبعا حظك المخيس، حظ مخيس، نوك داوت، حظ مخيس. طيب هذه لقطة عادية بس بنفس الوقت يا ساتر هذا صامل الا بيطير يا طيب مو يا ترى. اوكي عبر اللي وراك عبر ولا عطاء اي خبر كمل. اوكي ويزعل اذا مات، واضح انه بوت. طيب اوكي قاعد يلعب تيم رامبل، جاب العيد فاخوياء او اخوياء اطلقوا. اوكي اخوياء اطلقوا لانهم بيدمجون وشاتوا وطقت في السفينه حقت خويهم فجرتهم وماتوا. ايش السالفه الطويله هذه؟ وات؟ ايش المكان؟ وات ذا هي ما اتفقنا. وات ذا اكشوال والله ما ادري ايش صاير. اوكي اتوقع بتروح عليهم نفس الحركه اللي هي يستخدم الجمب او زي ما توقعت، وبتروح عليهم الحين بعد ما يشيلون هذا. اوكي والله زي ما توقعت، حافظ اللقطات سبحان الله. اوكي ما مع اي سنايبر توقعته يعطيه نوسكوب ولا شيء. اوكي شكله بيطيح، شكله بيطيح ذا. هو اللي طاح قبل، شلون مات هذا؟ وشلون؟ شلون مات اللي ضده؟ المفروض يموت هو. طيح مسافة بعيدة والله. والله شيء غريب اقسم بالله. اوكي. ترى الطلقات كلها ما جت فيه، او جت فيه بس ما دمجته. ايش قاعد يصير في الدنيا؟ فورت يا فيها جلتشات الى بكرة. سالفة الدمج هذه دائما تصير معي. اوكي. طير خوية ومات. يا ساتر. اوكي يقطعهم حظ هالمخيس كله بسبب الطياره بالجناح كذا بوم ابعد من هناك. اوكي هذا مسرع اللقطه ما ادري ليش. اوكي بشيله. لا والله ما شاء الله وش البوت المعرق. ليش يطلع كل شوي هنا؟ وش الجلتش؟ المفروض يطلع جهه ثانيه بس انه قاعد يطلع في نفس المكان، والله شيء غريب. طيب اوكي الو وشلون مات قبل شوي ما ادري، حتى بدون اي دمج، بدون ما جاه اي دمج. اوكي استخدمها عشان تفتح الخزنه بسرعه او الدروب هذا بسرعه او الباكج هذا بسرعه. هذا واضح انه بيجيب العيد. حط هرم بالغلط عليه، حط هرم بالغلط على اللي ضده. هذا جاب العيد في نفسه مو في اللي ضده. يا ساتر. يا ساتر. هاي ذكي ولا ذكي؟ هاي ذكي ولا ذكي؟ المفروض تركب في الجهة الثانية وخلاص تتبعها. اوكي هذا قبل الجيم. لا والله جوا الجيم. هذا بوت. اوكي. يا ساتر. شلون ما شاف اصلا؟ اذا كان مو بوت. هذه حركة دائما تصير بكل مقطع خلاص. الو؟ اوكي حسبت انه صار جلتش وخذ دروب ولا شيء. عذاب زبنة ثلاث شتات. اوكي شجرة الكريسمس. اوكي. اوكي عذاب زبنة. طيب ليش ما تروح تفتح دروبات وخلاص تمشي؟ قاعد يزبن عشان ينتظر هذا ويجي يذبحه. يعني حتى مهما كان معك من لوت ثلاث ساعات هذا تعطيك اكيد شيء كويس، ودائم ذا يبلع في كل مقطع وعادي يبلع زي كذا. عموما بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك، ادري اني في بدايه المقطع لا تنسون زر الاشتراك واسحب على اللايك كيفكم خلاص، ان شاء الله عجبكم مقطع ولا تنسون قناتي الثانيه تحت في الديسكربشن ونشوفكم على خير.